عرفانا ووفاء للدماء التي بذلت من أجل تراب الوطن، أقام جهاز المباحث العامة حفلا تكريميا لشهداء الجهاز الذين طلتهم أيادي الغدر ومنقذوا في معارك تحرير بنغازي ضد الجماعات الإرهابية. وتكريم شهداء جهاز المباحث العامة، ونتمنى من الله لهم المغفرة والرحمة، وهذا ليس غريب على رئيس الجهاز وأعضائه في تكريم الشهداء. الاحتفالية كانت بحضور آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، ورئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي وآمر كتيبة 298، والممثل الاجتماعي للقيادة العامة، ولفيف من العسكريين والأمنيين وذوي الشهداء الذين ألقوا عددا من الكلمات أثنوا فيها على ما بذل من رجال الوطن، مباركين انتصارات القوات المسلحة في صبراتة، ومطالبين كل الضباط في غرب البلاد بالالتحاق بالجيش الليبي لتحرير الوطن من الإرهاب. في هذا اليوم العظيم وفي هذه الأيام المباركة أن نقف على منابر الخطاب ونترحم على شهدائنا ونحيي مقاتلين الأشاوس المرابطين في ميدان القتال للدفاع على مدينة بنغازي حتى هذه اللحظات. لكن يا أخوة، المسيرة راهي صعبة، المشوار طويل، ويكفينا شرف الكلام اللي كنا نقوله فيه في 2012 و2013. الآن بدأ يتحقق وبدأت الناس كلها تقتنع بالكلام اللي كنا نقوله فيه في ذلك الوقت. أوقظوا، استيقظوا ضباط الجيش اللي مراكدين في طرابلس، واللي مراكدين في الغرب، واللي مراكدين في الجنوب، والعسكريين اللي مراكدين. أراه السيل جايكم وجرفكم، راهو فيه إرهاب في ليبيا. عيطنا من 2012 يا هو، رانا نقاتلوا في تشاديين، نقاتلوا في سوادين، نقاتلوا في توانسة، في جزائريين، في سعوديين، جميع البلاد المارقة المارقين في دولهم مع احترام شعوبهم راهو قاعدين عندنا، ويحسبوا وكانت نقطة الانطلاق ونقطة السيطرة بنغازي، ودخلوا البنغازي على أساس يكونوا دولتهم الإسلامية وينطلقوا في باقي ليبيا وحيتمدوا في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. بنغازي قلنا لكم ترابع حامي في اللي عزينا أحزي علينا، يقول لك ترابع حامي. عزم للكفاح على الأرض، جندك قاعدين ضناك، وبكره ضباب الداعش ينزاح ويموتوا فيها جميع داك. سوال النبي، سوال النبي سلم عليه فتاح، ومرفوعة الفارس والبطل مدهاك، واللي يستشهد قول لا ما راح فعلك ولا راحت بلاش دماغ. اليوم الدواعش كملوها نواح، ولا عاد بوكا بال للهرواك، ولا عاد أذن ديك للسفاح، ولا عاد دربوكا ولا درباك. تخلل الحفل فقرات فنية من خلال عرض مسرحي لفريق الرونق جسدوا فيه معاناة الوطن أبان سيطرة الإرهابيين، كما تغنى عدد من الفنانين بتضحيات الشهداء، ليختتم بتكريم لأسر الشهداء في بادرة تجسد الوفاء لمن ضحوا وروى دمائهم الطاهرة تراب بنغازي. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث.